ايه ده، هتغير لبسك؟ ايوه طبعا. وكمان شايف لبسي بقى ازاي؟ ايه ده، في حد بيخبط البيت؟ يلا خليها كده نشوف. ايه ده، انتوا مين؟ لازم تدفعوا الايجار حالا يا ابني. الايجار رايح سارقين البيت، مش صح حركات. ايوه مش انتوا صحاب البيت؟ حرف لا انتوا صحاب البيت، هدفع لك جوه التراكو. صحاب يعني على شو اصلا؟ ولا بليد احنا ولا نعرف البيت. طب تعرف الجد شلبي؟ عارف هو اللي قال لنا نعمل كده. ده ننتقم منك انت وزعبو. اكيد زعبو اللي هو اللي عمل كده يا حركات، يعني اكيد هو اللي قال الجد شلبي. ايوه طبعا. لعلمك الادب يا زعبولة. طب خلاص يا حبشين امشوا انت بقى. للاسف هنعيش في الشارع كده ونشحت كده. بتضحك على ايه يا حركات؟ مفيش. او انت عدت من صوتك؟ عدت من صوتك؟ قلت لي يبقى صوتي قوي. يلا نقعد نشحت في الشارع كده ولا ولما نلاقي زعبو ولا ده؟ يا ليه هو حركات؟ ادي قاعدين في الشارع اهو ومش لاقيين حاجه نعملها. ايوه ايه ده، ثانيه حركات، مش ده الواد اللي هناك ده؟ مش ده زعبو ولا ايه ده؟ صدق اسكت كده اسمعوا بيقول ايه. حاج ضحكت على ابو علي وحركات وخليتهم يعيشوا في الشارع، قلت الجد شلبي اللي هم ضربوني. ايه ده؟ استني استني انا هروح اضربه بالمقشه. اوقع استنى كده حركه. يلا. هاي هجوات كرات من بيتي. ايه ده؟ الصوت ده؟ ده انت تستحق النار. حركات تعالى. اهرب. تعالى بترد من البيت. قلت تردنا ليه؟ الحمد لله حركة مش عارف لا بغرف حمام السباحة. تعالى. ايه ده؟ زهقتنا. عملت لك ايه يعني حركات؟ بقول ليه ما قربتش جنبك؟ ده انت طردتنا من البيت. ما عملتلكش حاجة. يبقى مين اللي عمل؟ كان في حرامي دفع لي فلوس ورحت قابل عامل مهمة. ايه ده؟ حرامي عند مركز البنك اللي هناك، ولو ما لقيتش المكان السري يبقى كده عارف، يبقى تقريبا كده عارف صفحة الزبالة. بس الأول دور على البقر. ماشي. هو ده اللي حاصل بقى. ماشي. ليه روح بيتي؟ أنا ضحكت على حركات وأنا أصلا اللي عامل المهمة دي لوحدي. ولا حيران حرامي ولا حاجة، ولا في صفحة الزبالة ولا هنا أصلا. وده أصلا مكان العصابات، ممكن يلاقي عصابات كتير ممكن يجروا وراه. نروح بيتي بقى. ايه ده، هو الواد ابو علي راح فين؟ خليني بس ادور على المكان الاول. يا الله ونطلع كده ما لقيتش المكان مقفول. خليني كده اشوف برضه المكان اللي ورا. برضه مقفول. طب خليني اشوف عند صبي الزبالة. خليني اشوف عند صفيحة الزبالة. يا صفيحة يا بتاعت الزبالة.
صفيحة بتاعت زبالة، مين عايز زبالة؟ خليني أشوف كده زبالة يا أخبارها. انت ايه اللي جابك عندي؟ ايه ده؟ ده الموضوع طلع حقيقي، انا جاي علشان اضربك. امسك، انا احس بحاجة، ده حديدي والتقصير اللي جابك انا محد قالك عليا. مين زعبولة؟ مين زعبولة ده؟ امسك بس يا ابني، ما احسش بحاجة اكبر منك. واصلا مين زعبولة ده؟ هو ده فعلا على راسك. امشي امشي. لا بقول لك ايه، لا اصلا صفيحه الزباله، هو حد اصلا بعتك فلوس؟ لا أصلاً. ولا ربع جنيه مخروط. طب حد اصلا يدي الواد ده ابويا ده فلوس اصلا؟ ما تدوش حاجه يا عم ده. انا ولا اعرف ايه ده، يعني زعبون لا هرب مني. ما اسمعت سمعت الخبر على التابلت كده، بص بيقول ايه دلوقتي، في واحد واحد اسمه زعبولة خرج سافر للمدينة، سافر لاسبانيا، وما عرفش هو فين، لازم حد دلوقتي سافر لاسبانيا، بس اسبانيا شبه المدينة بتاعتنا بالظبط وبالشعرة. ايه ده، شوف سافر بقى لاسبانيا، هو ده بقى سافر لاسبانيا. نعم، ده انا هروح اجيب من المطار. او انت عندك صاحب؟ طب تاخده معاك. طيب ماشي، ممكن يساعدك. سلام عليكم. او ممكن اجي معاك اساعدك فيه. لا لا اوكي، سلام عليك. هو يا ترى الواد حركات ده راح فين؟ ايه ده، انا قعدت ادور عليه في كل حته. هتدور عليك في كل حتة. طب تعالى طب تعالى يا علي. ايه يا ابني، انا قعدت يلا بقى، انا عارف الخبر، يلا اطلع بسرعة. انا عارفه مش حركات، قصدي زعبولة سفر لأسبانيا. بسرعة عشان تطير تطير. ما هو ده طار، مش فات الاوان، الواحد لازم تتسلل يا ابني. ما هو ضحك علينا. ده الخبر ده موضوع الحرامي. في خبر هنا في تابلت في الارض كده، كان اسمع دلوقتي. عايزين نقول لكم اللي زعبولة اللي جاب ركبت، ودلوقتي راح لمحل السندوتشات بياكل سندوتش. يا مفجوع ده، انت مفجوع قوي. المفجوع ده والله ده حتى الخبر عارف. بص حسن، انا بص اهو زعبولة جوه. ولا زعبولة انت عايزه ايه ده ابو علي؟ انا يعني اول مره شفتي ولا ايه؟ وانا بتسال اللي حرام، انت عملت حاجه في السينما بتعمل لك ولا ما حد حاجه؟ طب بص بقى، هدخل حركات كده اضربك بالقشه، حركات روح اضربه بالقشه بقى. ماشي، اعمل له عين الحمرا، اجيب له احسن بقشه، البقشه اللباعه دي كده تضرب بقى كويس. ماشي يلا روح في الشارع بقى. يلا مستنيك هنا اهو. حركات بس، حركات على ده، انا هريك اخليك كفته مفرومه. لازم تبص على هنا. لا ما تبصوا. حركات ده انا هقطعك شرح كفته. خلاص هقطعك شرح كفته. حركات خلاص هسيبك. تستاهل زعبول، والله عليك حركات، والله عندك اسطوري. ايوه كده عشان يحرم. يلا نروح البيت، نروح بلا جر ولا بتاع، والله بلا جر ولا بتاع، مش عارف على جر. خلاص هيتحبس، هيتجوب على اللي ضربهم كده. انت كده كده ممكن تضربهم كده عادي. اضربهم زي ما ضربت زعبولة. خلاص انت كده بقيت متعصب حركات، واللي بحطش اكل تشرب كره حركات طبعا هعمل لكم زي اللي حصل لزعبولة ده. فمين اللي هيحصل لكم؟ هطلع لكم بقى تحت السرير وهعمل لكم حاجه زي اللي حصل لزعبولة كده. عايز ابو المقش، وهو هعلمكم الالم، وحطش اكل تشرب كره.
ويلا سلام على الوعية.